نطرح أسئلة، سنطرح أسئلة من أسئلة الجمهور إذا سمحت لي سيد عزام، وسنعود إليك بالتأكيد. هناك السيد رامز درار يتساءل عن دور الصين، وهل تسعى لتطوير اقتصادها بأي ثمن، ويقصد أن إن كان ثمن نشر الفيروس وفناء جزء من البشرية، ويعني هذه أحد أيضا السيناريوهات التي نسمعها أو النظريات. وأيضا السيد رامز حداد يسأل هل هي مؤامرة سياسية أم اقتصادية؟ من يحب أن يجيب؟ سيد عزام إذا أردت أن تجيب على هذه التساؤلات، وربما ننقل الموضوع أيضا للسيد طارق. أني أتفق مع طارق أنه أي أزمة وأي حدث كبير يتم تسييسه، وهذا نفس الشيء أزمة كورونا وهذا الحدث الكبير، يتم هناك تجاذبات سياسية ما بين الغرب والشرق، تجاذبات سياسية ما بين الدول الأوروبية نفسها وأمريكا، فالأمر عادي يعني في السياسة تحكمنا المصالح فقط. وأنا أتفق معه لننتظر العلماء ولننتظر الخبراء، يعني العلماء والباحثين والخبراء لا كلام السياسيين، ليس ما يعني ليس السياسيين، لكن السياسيين هم من يقودون العالم سيد عزام، السياسيين هم من يقودون العالم، ليس العلماء وليس الأطباء، السياسيين هم من يتحكمون. وهناك الآن جائحة عالمية، ومع هذه الأعداد المرعبة من الضحايا، مع ذلك يعني السياسيين مصرين على أن يركبوا الموجة وعلى أن يستغلوها لمصالحهم، وهذا ما يدفع الناس بتصديق نظريات المؤامرة. السياسيون مصرون على نظريات مؤامرة، مصرون على تسييس هذا أمر، يجب علينا أن ننتظر رأي العلماء والباحثين من أين أتى هذا الفيروس. للإجابة على أسئلة نعم السيد رامز والسيد رامز حداد، نعم. أكيد كل دولة تسعى إلى تطوير اقتصادها، لا يوجد دولة في العالم إلا وخصوصا الدول المتقدمة إلا وتسعى لتطوير اقتصادها، إلا تسعى للاستفادة، إلا وتسعى للإثراء والغنى، وكل دولة حقيقة لا أرى أي تعارض بين هذا السعي وأن يكون فيروس الكورونا نتيجة صدفة أو نتيجة خطأ معين أو انتقال طبيعي من الحيوان إلى الإنسان، يعني لا أعرف كيف. أكيد هناك حرب صينية أمريكية، أكيد هناك حرب بين الغرب والشرق، أكيد هناك حرب إيديولوجيات، هذا الموضوع آخر حقيقة لا علاقة له بنظرية المؤامرة، يعني يتم أحيانا الاستناد إليه لتبرير وجود نظرية المؤامرة، لكن هي من تدفع الثمن دائما بغض النظر. يعني البشر هم الذين يموتون، هم الذين يفقدون أحبائهم، كما قال رئيس الوزراء البريطاني يستعد لفقدان أحبائكم، الناس هم من يدفعون الثمن وبغض النظر. وبالنهاية للأسف الشديد أننا لن نكتشف الحقائق إلا بعد فترات طويلة وربما سنوات. سأذهب نعم دائما إلى وقت. الأبحاث العلمية تحتاج إلى وقت، لأننا نعتمد على العلم، نعتمد على التجربة، ولا نعتمد على الإيديولوجيا في شرح هذه الأحداث. هذا أولا، هذا أمر يجب أن ننتظر. بالنسبة لمن يدفع الثمن غاليا، أكيد هم الناس، وأكيد هي طبقة الفقراء. البعض يروج لمقولة أن هذا الفيروس لا يميز بين أغنياء وفقراء، لا، دائما هناك تمييز بين أغنياء وفقراء، يعني مقولة خليك بالبيت أكيد هي مقولة لا تميز بين غني وفقير، ولكن من يكون بيته عبارة عن فيلا و400 متر مربع ليس كمن يكون لا يستطيع أن يؤمن لقمة العيش. نعم الفقراء هم من سيدفع الفاتورة في كل الأزمات، من يدفع الفاتورة هم الفقراء، هم الشعوب المقهورة حقيقة. سيد طارق أنتقل لك، وسائل الإعلام وهذه الهستيريا التي تعم كل وسائل الإعلام، التلفزيونات الحكومية، العالم الغربي، العالم العربي، التلفزيونات الخاصة، المواقع الإلكترونية، وطبعا المصيبة الأكبر هي مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتشر فيها إشاعات كالنار في الهشيم، تتداول بشكل سريع والناس تصدق بسرعة. كيف لعبت وسائل الإعلام برأيك دور في نشر نظرية المؤامرة بدل أن تلعب الدور الحقيقي في التوعية ونقل المعلومات الصحيحة والعلمية؟ هو فعلا واضح لما يمر عليه هذا الكم الهائل من نظريات المؤامرة، وإذا كنا نسمع ونعرف نظريات المؤامرة فيها عن طريق وسائل الإعلام، سواء وسائل الإعلام
اجتماعي أو وسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع إلى آخره. فبالتالي ما أجده أنه الإعلام بشكل عام يلعب دور سلبي في تمرير هذه المؤامرة، النظريات المؤامرة، حتى لو صاغ الخبر بطريقة أنه يعني يقدمه بشكل موضوعي، لكن هو يعطي مجال للناس للاجتهاد من ناحية إيمانهم أو الإيمان في مثل هذه النظريات. طبعاً وسائل الإعلام الاجتماعي شيء آخر واضح أنه لا يمكن السيطرة عليه، وأنه أصبح بيئة خصبة لمنظرين المؤامرة بنشر هذه الأخبار والتي تنتشر بسرعة على مستوى عالمي. فبتجد أن نفس نظريات المؤامرة ذات طابع متعولم اليوم، كما يؤمن بها العربي يؤمن بها الأمريكي يؤمن بها الأوروبي إلى آخره. لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى، أنه معظم وسائل الإعلام مسيسة لها أجندة إلى آخره، وبالتالي لما تكون مرتبطة بتيارات سياسية معينة، وتيارات سياسية هي تستغل في أزمة الكورونا من أجل تحقيق مصالح سياسية على حساب نقيض، فهو يعني بصفي وسيلة الإعلام هي في النهاية انعكاس للتيار الشعبوي القائم اليوم بالعالم. نعم. بعين الاعتبار أنه أول شيء نظرية المؤامرة موجودة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، مرورا بالوسط السياسي، محافظين قوميين ما أردته، لكنها تنمو أكثر بين التيارات الشعبوية. واليوم نحن من يحكم كثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية هو تيار شعبوي أصلا. نعم. نحن غير ملزمين أصلا بتصديق ما يحصل اليوم، ما يقوله ترامب على كل حال مثلا وغيره من التيارات اليمينية المحافظة في أمريكا مثلا، تنفي حقيقة أن هناك احتباس حراري وتغير مناخي. طيب سيد يعني أيضا لضيق الوقت اسمح لي سأطرح عليك سؤال من المشاهدين. لدينا سؤال من السيد سمير سعيفان، يقول: الإغلاق الشامل الذي قامت به الصين، وهو إغلاق إجباري وملزم، ألم يعني يدفع بطريقة أو بأخرى إلى التحكم بالشعوب وتخويفهم وربما إحكام القبضة الأمنية التي هي أصلاً في الصين محكمة جداً؟ صحيح أتفق مع هذا الطرح، ولكن هذا يتجاوز الصين، هذه أصبحت ظاهرة دولية وموجودة في أنحاء العالم بما في العالم الغربي. إذن هو ضمن نظرية المؤامرة هذا الإطباق وهذا يعني الإغلاق الشامل يتحكم بالشعوب. هذا يتساءل حول المستقبل ما بعد الكورونا، هل ستبقى الإجراءات المتشددة في مراقبة الناس مستمرة؟ طبعا بالنسبة للحكومات هذه فرصة من أجل إثبات سيطرتها على الشعوب، بما ذلك في العالم الغربي الديمقراطي الليبرالي إلى آخره، أن تكنولوجيا السيرفيلينس أو المراقبة والتصنيفات يتم فرضها عن طريق استغلال أزمة الكورونا من أجل أن تصبح أمر واقع ويتم في النهاية العمل بها في مستقبلاً. أعتقد أنه هذا وارد، قضية لا تتعدى الصين، لأن الصين أوريدي يعني عندها حالة من السيطرة شبه كاملة، لكن التخوف ربما يبرز أكثر في المجتمعات التي تدعي أن عندها هامش ديمقراطي وحرية أوسع. أعتقد أنه هذه فرصة تاريخية بالنسبة للحكومات، خصوصاً أخذنا معنا اعتبار أنه سنوات كثيرة صعدت التيارات اليمنية والفاشية والشعبوية التي ترغب أصلاً أنت هي فرض أساليب. نعم. أيضا السؤال الأخير، أيضا من قبل جمهورنا ومتابعينا للسيد عزام، من السيد محمد شعبه، يقول أن هناك مليارات الدولارات تصرف على التسليح عالميا، ألا يعقل أن هذا أيضا هو من ضمن الصرف على موضوع الحرب البيولوجية؟ طبعا للأسف هناك مليارات ومليارات الدولارات التي تصرف على الأسلحة وتصرف على الحروب، كان من الأجدى ومن الأجدر أن نصرفها على كرامة الإنسان وعلى الإنسانية وعلى البشرية. يعني لو هو السؤال هكذا كان بالتحديد، يعني حتى كون أمينة في نقل السؤال، مليارات الدولارات التي وضعت على التطوير العسكري والاستخبارات الأمريكي ألم تكن كافية لكشف إعداد لحروب بيولوجية؟ ممكن يعني تكون كاشفة، كما قلت منذ قليل، يعني عدم القدرة على إعطاء دلائل
وشرح منطقي وعلمي لأي حدث يعتبر دليل على نظرية المؤامرة. يعني أكيد أكيد يعني هناك من يروج لنظرية المؤامرة، هناك من يكون مقتنع بنظرية المؤامرة، وبالطبع النظام الرأسمالي يعني يصرف مليارات وبليارات الدولارات على التسلح وعلى أشياء أخرى وعلى الاستهلاك، بينما الإنسان يعني ليس موجود، الإنسان ليس موجود في مركز هذا النظام. يعني ما بعرف استطعت تجاوب على السائل.